مدينة طرابلس زي ما نعرف احنا هي مدينة ضاربة في عمق التاريخ ومدينة لها تاريخ كبير. عندنا مثلا زي الشارع اللي قاعدين فيه احنا شارع محمد المقريف سابقا او شارع الاستقلال حاليا. هذا الشارع يعني اللي يتميز بالطراز الايطالي المجاور للمدينة القديمة او الحضارة العثمانية. طبعا اللي يفصل بيناتهم هو ميدان الشهداء، فلما نجو احنا في شارع الاستقلال او شارع ميزران او شارع 24 ديسمبر، فهنا راح نحسوا بالمعمار الايطالي من ناحيه النقوش، من ناحيه الاقواس، من ناحيه المقاهي او حتى الارصفه.